التهمة هي المساس بالدين والمساس بسبعة الرسول صلى الله عليه وسلم على مادة لارتيكل 144 تاع الكود دو بروسيدور دو كود سيفي دو كود بينال على هذه التهمة هذيا. وهو يعني مختص في العلوم. Il c'est un islamologue et il a donné son il fait des publications, il donne son opinion, il fait des recherches. سنستأنف مع هيئة الدفاع، سنستأنف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر. وهذه هي يعني ما عنديش تعليق أكثر من هذا. كنت حاضر كيف؟ لا أنا ما زال أنا الآن الأستاذة الأساتذة المحامين هم اللي حضروا. أنا جد قبل ما ندخل بالغوني، فأنا ما زال أصلاً ما دخلتش من باب المحكمة، ولكن هم حضروا وراهم بلغوني بالنتيجة يعني بالحكم. Donc, vous avez parlé à Anna, Marie-Thérèse.